بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله واسع الرحمة أن يرحم ويغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن ينور لهم قبورهم، وأن يجعلهم في فسحة وسرور وحبور، وأن يثبتهم عند السؤال، وأن يخلفهم في عاقبهم خيرا. وبعد، أيها الإخوة، فنتذاكر في تنبيه على خطر عظيم يذهب الدين والدنيا والعياذ بالله، ألا وهو خطر انتشار الكهنة والسحرة والمشعوذين، وزاد من شرهم ما يبث في هذه الوسائل السريعة النقل في الإنترنت وشبكات التواصل من نشر دعاياتهم والترويج لهم. والخطر على من لم يقع في مثل هذه الأمور أيها الإخوة أن يغتر، لأنهم يغيرون الأسماء، يسمون الساحر مثلا معالج روحي، معالجا روحيا، ويسمون الدجاجلة والكهنة والعرافين يسمونهم مخبرون عن المغيبات، وكل هذه لا تنفع، بل هي جرائم حتى في الأسماء التي ذكروها، لأن العبرة أيها الإخوة بحقائق الأمور. وأما الإخبار عن المغيبات التي غيبها الله عن عباده، فهذه الأمور المغيبة لا يعلمها إلا الله، ولا تعلم إلا بخبر من الله جل شأنه. وكل هؤلاء من السحرة، المنجمين، الكهنة، الدجالين، المشعوذين، كلهم بابهم واحد، وهو باب كفري والعياذ بالله، وهو محادة ما جاء في الكتاب والسنة. والله جل شأنه أخبرنا في كتابه العزيز، وضح لنا، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حال هؤلاء. والخطر أيها الإخوة يشتد إذا انتشر بين أهلينا وأولادنا من بنين وبنات بدعايات مغرية، مثل كيف تستطيع أن تضمن مستقبلك بطرق سهلة وميسرة مثلا، أو نحوها من العبارات، أو كيف تكسبين زوجا بسهولة، أو الرجل كيف تؤثر بأن تعطف امرأة عليك، أو العكس والعياذ بالله. أو يخبر عن أمور، ماذا يفعل فلان، ماذا فعلوا، ما الذي يجري وما الذي سوف يجري، هذه الأحداث ونحو ذلك من الأمور المستقبلية، كل هذه من الخبط والتخرص، وإن وقعت وإن واجهت وافقت واقعا كتبه الله فإنه من الامتحان والفتنة. من الذي يؤمن بالله ويثبت، ومن الذي يؤمن بهؤلاء المنجمين والكهنة والمشعوذين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير مع أصحابه وقد مطروا في الليلة السابقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام صبيحتها: لقد أصبح اليوم مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب،
ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فالتأثير أيها الإخوة بيد الله، ليس بيد هذه الأنواء والنجوم ونحو ذلك، لكن الحساب أمر مباح، أن يحسب الناس ويعرفون هذه الأبراج وهذه النجوم بحساب، وعرفوا في العادة من سنين سابقة أن الغالب فيها كذا وكذا وكذا باعتبار الرياح واتجاه الرياح والضغط ونحو ذلك والرطوبة ونحو ذلك، جرت العادة من بقياس سابق، فيخبر بهذا من باب التوقع ويقال بمشيئة الله، يعني عهدنا أن هذا الفصل، هذا الوقت، هذه الأيام، أنه إذا كانت الريح كذا والعادة أنها تهب الريح، تهب الريح من الجهة الفلانية وتنعقد أسباب نزول المطر، فيخبرون نتوقع أن يكون كذلك بعد انعقاد الأسباب أو بقياسات يتوقعون، ولا يجزم الإنسان بذلك. أما أن يقال أن هذا النجم يؤثر وهذا الوقت يؤثر بنفسه فهذا شرك والعياذ بالله، لأن التأثير بيد الله جل شأنه. أما ما يتعلق أيها الإخوة بالسحر مثلا، فتأملوا قول الله جل شأنه حينما أخبر في كتابه العزيز أن هؤلاء الطوائف من بني إسرائيل بعد سليمان عليه السلام أنهم تركوا كتاب الله، قال جل شأنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ونحمد الله أن الله قال بعدها مباشرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية ثلاثة أدلة على كفر الساحر، وهي ظاهرة بينة. وفي هذه الآية أيها الإخوة خبر عن أن هذا السحر جاء من عند الشياطين ليلبسوا به أو روجت به الشياطين، هو بأمر الله ولا شك، لكن روجت له الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام بعد وفاته بعد موته وكذبوا وأكذبهم الله، قال الله جل شأنه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني لو فرض أن سليمان تعلم السحر أو علم السحر أو دخل في هذا الباب الشيطاني فهو كفر، لكن قال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن هؤلاء الشياطين تلوا ونسبوا السحر إلى سليمان وقالوا ما ملك وسلط إلا بهذا السحر، فروجوه في الناس وظل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الباب أيها الإخوة قوله من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس منا من تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، عياذا بالله من هذا المصير. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك والحمد لله رب العالمين.